الجمال نحن كنا نقول ان النمر كزيادات للتركيز، ولكن كيف ظل شعارا نظريا شعارا فقط على مستوى نظري دون ان يتم تفعيله بمجموعه من المستويات الاخرى. اذن اليوم لكي ننتقل الى مرحله اخرى الى جهه متقدمه يجب ان نوفر لها مجموعه من الشروط، ومن بين الشروط الاساسيه انطلاقا من الاختصاصات التي منحت لهذه الجهات، انطلاقا من تمكين رؤساء الجهات من الامارات الصحيح، انطلاقا من تمكين رؤساء الجهات من الامكانيات الماديه والبشريه، هناك كذلك شق اخر الذي يجب ان يتم تفعيله وهو التمركز، انطلاقا لان حينما نتحدث عن التقائيات السياسات العموميه الفرنسيه لا نتحدث عن فاعل واحد، وانما نتحدث عن فاعلين متنوعين. من بين هؤلاء الفاعلين طبعا الجهه والجماعه الثوريه الاخرى والمصالح الضامه المركزيه. اذا كانت هذه الاصلاحات الهدف هناك دستور 2011 قبله كانت مجموعه من الاصلاحات التي تمت على مستوى التطور والبروسيسوس الذي عرفه المغرب انطلاقا من ظهر النتيجه التي اعتبر محطه انتقال كونسيس فيس 78 اصبحت السير الدنيا تصبح بانستطيع كل هذه المحطات اشار لها الاستاذ في المحاضره الافتتاحيه، ثم وصلنا الى القوانين التنظيميه. لكن هذه القوانين التنظيميه لا يمكن ان يتم من خلالها انجاح التمركز الا بواسطه مجموعه من المحددات. طبعا المحدد الاول لنجاح طبعا يعني هذه العمليه هو يرتبط بمرتكزات سياسه التمركز. طبعا هناك ثلاث محددات، المحدد الاول هو مرتكزات سياسه التمركز. هذه السياسه او هذه المرتكزات ستترتبط اولا بثلاث عناصر اساسيه. اولا الجهه، اليوم حينما نتحدث عن التمركز ووضح مثال التمركز ان الجهه هي الفضاء الترابي لدوره السياسه الوطنيه للتمركز الاداري، بمعنى ان المصالح او الاختصاصات ستنقل للمصالح المركزه على مستوى الجهات، بمعنى ان المندوبيه الجهويه او المديريه الجهويه ستتمكن من اختصاصات وتنشرها، لان مثال التمركز جاء بنوعان من الاختصاصات، هناك الاختصاصات التقريريه التي ستنقل بواسطه ميثاق الدبلوماسي سي انشيمان ديريكتور دي كومبيتونس، هذا هو لو بلون ديريكتور الذي ننتظره الذي سيتم من خلاله نقل هذه الاختصاصات، وطبعا هذه الاختصاصات سيتم نقل الاعتماد. ثم الشق الثاني هو التفويض، بمعنى ان الدوله ستحتفظ وستفوض لهذه المصالح. اذا لهذا كانت الجهه هي الاساس طبعا، وهذا لماذا؟ لانها تستند واشار الاستاذ المحاضر في صالحه هذه الجلسه الى الاساس الدستوري. هناك الفصل واحد تنظيم ترابي، هناك تنظيم مركزي يقوم على الجهه المتقدمه، فصل 43 الجهه كانت الصداره، هم الصداره بمعنى بالمفهوم صدرت على مستوى التنظيم الاداري، ولكن ليست لها وصايا او تدخل على الجماعات الاخرى. اذا هناك التنظيم الاداري الجهوي، طبعا هناك العنصر التالي في هذا المحدد الاول هو دور العمال او الولاد. طبعا دور الوالي هو الممثل للسلطه المركزيه على مستوى الجهات، على مستوى طبعا سيقوم بتنشيط وتنسيق المصالح المركزه وحسن سيرها، بمعنى ان هناك مخاطر وهناك منسق لهذه العمليات التي ستنتقل بالسياسات العموميه الترابيه على المستوى الترابي. ثم هناك تفعيل العنصر التالي، تفعيل سياسات او سياسات التمركز. طبعا هذا التفعيل يرتبط من خلال اولا الارتقاء وتاهيل وتطوير اداء المصالح المركزه، ثم هناك كذلك تطوير هذه المصالح
لا يمكن أن يتحقق إلا بتمكين هذه الأخيرة من اختصاصات واضحة التي يجب أو تنطلق من خلالها إلى اتخاذ القرار، اتخاذ القرار الاقتصادي، اتخاذ القرار الثقافي، اتخاذ القرار في نهاية المطاف التنموي على المستوى الترابي. وهذا طبعا سينقلنا إلى محطة ثانية. طبعا هناك كذلك تطور، وهذا حينما نناقش لا تمركز نطرحه في إطار ونقول لدى مواكبته للامركزية، لأن اللامركزية عرفت إصلاحات جوهرية انطلاقا من ظاهرة التي تدرك تصعيد إلى حدود الآن، ولكن لا تمركز نطرح دائما إشكالات بشأنه، وبالتالي دائما نجد على أن الوثيرة على المستوى الترابي هي ذاهبة بمستوى أسرع، والجانب الآخر هو متخلف، وبالتالي الانتقالية دائما يشوفها إشكال في الوضع الحالي. الوضع المطوي ربما سيكون أحسن بكثير، لأن السياسات العمومية الترابية ستنطلق إلى مرحلة أخرى من خلالها يتم فيها اتخاذ القرار على المستوى الترابي. المحدد الثاني من هذه المحددات هو الأهداف، أهداف ومبادئ التمركز الإداري. طبعا تحدثنا عن التمركز المحدد الأول أو توجه عام لهذا التمركز، الآن نتحدث في المحدد الثاني هو الأهداف والمبادئ. من بين الأهداف والمبادئ الأساسية هي دعم الديمقراطية المحلية، بمعنى هذا التمركز هل سيأتي بالفعل وسيدعم لنا هذا المسلسل الديمقراطي المحلي الذي انطلق منذ فترة والذي يعتمد على مجالس منتخبة. ثم كذلك مصاحبة الجماعات الترابية من خلال تقديم الاستشارات طبعا والمساعدة التقنية، وهذا سيكون دور التمركز الإداري على علاقته مع الجماعات، بمعنى أن المصالح المركزة ستكون مستقبلا للداعي الأساسي والمساعد والمستشار لهذه الجماعات. ثم هناك العنصر الثالث في هذا المحدد الثاني أو هو تواجد مصالح إدارية لا مركزية أو لا مركزة قريبة من المواطن، بمعنى هناك مصالح قريبة من المواطن، وهنا نقول بمعنى أن تفعيل سياسة القرى، بمعنى أن المواطن لا يمكن له طبعا انطلاقا من هذه الإصلاحات، وإنما سفر طبعا تصميم مدير لهذه الصلاحيات ستمكن سيمكن المواطن من تقديم خدمات على المستوى القرب لاستجابة الحاجيات المحلية، تمكين مستوى الترابي من سلطة التسعير. العنصر الثالث هو دعم فاعلية الإدارة المركزة. فهذه الفاعلية أين تتحدث؟ تتحدث هذه الفاعلية من خلال عناصر أو انسجام السياسات العمومية، بمعنى أن عندنا لا يمكن أن نجد سياسات متفرقة، سياسة الدولة تذهب في اتجاه وسياسة الجماعة الترابية تذهب في اتجاه، بمعنى أنه هذا الإصلاح سيبين لنا أو سيعطي لنا أو سيمنح لنا هذا الانسجام، لأنه سيكون هناك تعامل ترابي في ظل وحدة ترابية منسجمة ينسقها العامل الأولي. طبعا هناك كذلك تدعيم وترشيد الإدارة المركزة، تدعيم شارك التعاون، هناك تطبيق الأمثال لتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها. واليوم حينما نقول إعادة أو تطبيق الأمثال لتوجهات العامة، بمعنى أن مصالح الدولة سيعاد تنظيمها انطلاقا من هذا الإصلاح، وستمنح للمسؤولين الترابيين الممثلين بإدارة المركزة صلاحيات كبيرة، ويمكن طبعا انطلاقا من هذا التصميم المدير أن يصبحوا أمراء بالصرف أو أنهم يمكنهم أن يتخذوا القرارات. ثم
طبعا نتحدث عن هذه الكلمه التي تعطينا التوطين. طبعا مفهوم التوطين الطوالي للسياسات العموميه هو مفهوم جديد جاءت به القوانين التنظيميه الجديده. وعندما نتحدث عن التوطين نتحدث عن نقل هذه السياسات التي كانت على المستوى المركزي الى المستوى الطوالي، طبعا مع اخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات المتمثله للجماعات. ثم هناك مواكبه التنظيم الترابي اللامركزي للمملكه طبعا القائم على الجهويه المتقدمه، وهذا هو ما يميز يعني هذا التنظيم الترابي، لان هذه الجهويه المتقدمه هي تجد اساسها او تجد عناصرها فيما عرفته القوانين التنظيميه من الاصلاحات، وفيما سياتي على مستوى اصلاح التمركز لإرساء دعائم راسخة إلى غير ذلك. الأمر إلى المحدد الثالث هو حجم إصلاح الإدارة المركزة. طبعا حجم إصلاح الإدارة المركزة هو إدراك صدارة المستوى الجهوي في التمثيل على مستوى الإدارة المركزة وإعادة وانتقالية السياسات العمومية دائما، تحديد النماذج التوجيهية للتمركز، تنظيم اختصاصات الإدارة المركزة، ثم ترشيد وعقلنة تنظيم هذه المصالح دائما للمركز، ثم تدبير مالي للمتمركز، وتنسيق أنشطة المصالح للمركز. بمعنى أن حجم إصلاح الإدارة للمركز سينتقل إلى مستوى متقدم كذلك. هذا المستوى سينتقل من خلال الاختصاصات، من خلال كذلك الإمكانيات المالية والنقدية. النقطة الثانية في هذا الموضوع هو التلازم ما بين المركزية والدولة في إنجاز السياسات العمومية، فانطلاقا من هذه الإصلاحات التي ذكرناها والتي قلنا هي تتحدث في ثلاث محددات، كل محدد يحتوي على مجموعة من العناصر، يمكن من خلال هذه الإصلاحات سنصل إلى مستوى الجهة. طبعا وهذا الدور المتزايد لهذه المصالح خاصة مصالح الدولة على مستوى الجهة يتجلى من خلال نواحي. أولا السهر على تدبير المرافق العمومية الجهوية التابعة للدولة، والسهر على تنفيذ هذه المرافق سيمكن هذه المصالح من المساهمة الفعلية في تنفيذ هذه السياسات، الإسهام في إعداد وتنفيذ البرامج، إعادة تنظيم خدمات مصالح الدولة، السهر على تفعيل أمثل لتوجيهات القرارات والسلطات الحكومية، السهر على تنفيذ الاستراتيجيات. وهنا حينما نتحدث عن الاستراتيجيات على مستوى السياسات العمومية نتحدث عن سياسة الدولة ونتحدث عن السياسات العمومية الترابية، وعادة ما نجد هناك في التجارب السابقة هناك تناقض أو هناك تباين. هذا التباين ربما كان لا يخدم أهداف هذه السياسة في مجموعة من القطاعات، وحينما الآن نحاول أن نقوم بتقييم السياسات العمومية الترابية على مستوى قطاعاتها التعليم الصحة إلى غير ذلك سنجد هناك مجموعة من الصعوبات، لأنه ترجع أو يرجع الأمر إلى عدم التنسيق أو عدم تناغم هذه السياسات، وكذلك كان هذا الأمر يؤدي إلى صعوبة تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وطبعا هذا سيؤدي إلى مجموعة من الإشكاليات. طبعا هنا الاستراتيجيات التي هي مرتبطة بتحقيق أو تنفيذ السياسات العمومية هي مرتبطة بأولا ما يمكن أن تقدم هذه المصالح المركزة للجماعات الترابية من مساعدة تقنية، ثم طبعا هناك آليات التي سيتم إحداثها للتشاور والحوار مع كافة المتدخلين، ثم المصالح المركزة يتعين عليها التنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار باعتباره شرطة واحدة، ثم السلطة الحكومية المطالبة بإعداد تصاميم مديرية للتمركز خاصة بمصالحها المركزة. طبعا هذه التصاميم هي أساسية، ربما الحكومة هي منكبة على الاشتغال على هذه التصاميم، وطبعا هذه التصاميم ستصدر في منصورين وستوضح لنا نخبة
الاختصاصات التي ستنقى لكل مصلحة مركزة. طبعا هذه الاختصاصات لا يمكن أن تتحقق، أنا أتحدث عن المصالح اللامركزة لكي تكون مواكبة للمصالح اللامركزية للمركزية، لأن اللامركزية نقول ما هي؟ طبعا هي الجماعات المحلية الترابية، سابقا المحلية الآن الترابية، الجهات الجماعات العمل في الأقاليم. هذه الوحدة الترابية تتمتع باستقلال المالي والشخصية المعنوية ولها من الإمكانيات. بالنسبة للمصالح اللامركزة لم تصل، ولكن اليوم في ظل هذه الإصلاحات ستصل. في هذا كان من الممكن أن الالتقاء الاختصاصات التي يتم نقلها فيها بعدين، البعد التقريري والبعد التفويضي. طبعا هناك إمكانيات التي كان من الضروري أن ترفق مع هذه الاختصاصات، هناك الموارد البشرية والمادية لتمكين المصالح اللامركزة. بخصوص الموارد البشرية، طبعا الحالية، طبعا الوضعية الحالية في المصالح اللامركزة، نجد هناك مجموع الموارد البشرية 790,000 موظف وموظفة توزع على 850 موظف يعملون في القطاعات الوزارية، 191,000 يعملون بالمؤسسات العمومية، 151 بالجماعات الترابية. توزيع الموظفين طبعا هو يمكن أن نقول بأنه عادي، موظف الجماعات التخصصية، موظف المؤسسات العمومية 20%، ولكن بالقطاعات الوزارية 57%. ولكن حينما نناقش المؤشرات، هذا التوزيع، طبعا هناك حجم وظيفي لعامل من المصالح المركزة 33% مقابل 7% فقط للمصالح المركزية. نسبة التأطير موظف 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 10 فما فوق يمثل 50.76%، ولكن الملاحظة التي نسجلها أن 6 جهات فقط، غير سالة وكونيتيرات غير ستاسفاس بلاس ومركز الزين والمسيمة، هي تستحوذ على أكثر من 76% من الموظفين. وبالتالي باقي الجهات إذا كنا نقول 6 ديال الجهات تستحوذ على 96% من الموظفين، 6 الجهات الآخرين يبقى لها 22%، وهنا طبعا خص إعادة النظر في إعادة توزيع الموارد البشرية على مستوى هذه الوزارة.